كورونا كنعرفوا بانه واحد الفيروس خطير ومعدي. وبالنسبه عندنا مثلا واحد طالبه في الصين، انا كنظن بان الاجلاء ديالهم كان بان الاجلاء ديالهم يجيبهم هنا المغرب، يعني واحد الحاجه اللي ما منها والو، حيت قدروا يعني عادوا لينا بنادم بزاف، ولو عادنا بزاف ديال الخسائر في الارواح. نخليهم مثلا قدروا نعالجوهم ولا شي حاجه، اما باش غنجيبهم هنا يا خويا راه ثاني غيولوا عندنا خسائر بشريه بزاف. شنو الرساله ديالك للمسؤولين المغاربه هذا الموضوع؟ كنقول بان المسؤولين خاصهم يتاخذوا جميع التدابير اللازمه من اجل الحد من هذه، من اجل زعما باش ما يدخلوش عندنا دوك الناس اللي فيهم هذاك الفيروس. ويعني الا كاع كانت عندنا شي حاله ولا هذا يحاولوا الا كان شي حاجه يتعالجوا بها ولا شي حاجه. واخا باقي ما كاينش علاج، انا مازال ما لقاوش علاج. واش نقول لك، في هذه الحاله يجب اتخاذ التدابير اللازمه من اجل زعما ما يكونش عندنا بزاف ديال الخسائر في صفوف الارواح. اولا هذا الفيروس صراحه ما خديناش عليه زعما، باقي ما بانش زعما شنو الخواطر ديالو ولا كيفاش فين انتشر بالضبط. هو كيقولوا باللي في اليابان وهذه في الصين، وما متاكدينش حنا باللي راه حيت ما عندنا حتى شي فكره عليه كاع. لا كنظن باللي اشاعه والله ما عاوتان. اش نقول لك، كنظن الشباب هذوك كاع الشباب اللي ساكنين تما منهم من دوك الناس، يعني اذا كان خطأ كيأثر كيسبب لهم شي خطر غادي كنظن باللي يرجعوا لبلادهم احسن لهم. الصراحه الناس اللي مقيمين تماك كنتمنى من الناس اللي مهتمين بهذا الشيء هذا والمكلفين بهذه الامور هذو يمشيوا زعما يتدخلوا باسرع وقت ممكن باش ينقذوا خوتنا. بالنسبه للفيروس هذا وباء خطير، وخاصه نعرف الاسباب اللي هي كتنتشر فيه وشنا هي الاسباب ديال الوقايه وكيفاش يمكن نمنعوا يعني الوصول له من خلال المطارات والموانئ، وشنا هي الاسباب ديال الوقايه بشكل عام، الشخصيه، غسل اليدين، خاصه يعني يكون التوعيه اكثر بالنسبه لهذا الموضوع. الحمد لله انا كنت متابع ان في بعض الطلاب المغاربه ولا حتى سواء من الطلبه اليمنيين تما كانوا اعلنوا عن اصابه واحد طالب يمني، ولكن تبين انها اصابه مش صحيحه. لحد الان ما فيش اي اصابه من اليمنيين او العرب بشكل عام والاخوه المغاربه تما، فان شاء الله الان بداوا يسحبوا كل الرعايه اللي تما، بداوا يسحبوا الرعايه اللي هناك سواء كانوا من طلاب او مقيمين او تجار او حتى سياح، وان شاء الله ما نتوصلوش بهذا الوباء الخطير لانه حتى الان ما فيش اي وسيله لعلاجه. اتمنى انهم يحافظوا على نفسهم وينتبهوا لنفسهم من الصحه هذه، يعني هذا الوباء خطير. اليابان انتقلها غير في سواق ديال الطوبيس، المانيا انتقلها غير في واحد سائح سلم على واحد صيني وانتشر، فهذا الوباء ينتقل بسرعه، خاصهم يحافظوا على نفسهم وان شاء الله نتمنى لهم السلامه ولكل الاخوه الوقايه سواء الشعب المغربيه او الشعوب العربيه بشكل عام. يا ما هو الا فيروس امريكي، هو تيبغاو غير يديروا التضليل وبغاو يديروا غير هاد المشاكل هذا، بحكم العرب ديما كيبقاو متفوقين على هذوك الناس، وبغاو يديروا هما هاد الفيروس هذا غير بالتضليل، غير تضليل فقط. انا بان لي هاد الفيروس هذا اللي دابا في الصين ياك، والحراقه ديال استراليا والمشاكل هذيك، هذا مجرد تضليل امريكي بير. يعني كيبان لك هادو مشاكل سياسيه؟ مشاكل سياسيه، تضليل ديال امريكا باش دائما تردع العرب، باش يبقاو دائما دوك العرب يبقاو خايفين، يبقاو دائما يزرعوا فيهم داك الخوف. ما كاين لا فيروس ولا حتى شي حاجه، هذه النظريه ديالي انا. ولكن كيفاش غادي نقولوا انه ما كاينش هذا الفيروس والمنابر الاعلاميه في الصين كامله كتقول للناس باللي الفيروس راه كاين في السوبر ماركت؟ وما تنساش عاوتاني الاعلام كامل شاده امريكا، الاعلام كامل، الاعلام باش شاده امريكا، العالم كامل باش شادينه، دوك الناس شادينه بالاعلام. الاعلام هو وسيله ديال ردع الخصوم ديالهم بالاعلام. ولا افترضنا بان هذا الفيروس كاين بصح، شنو كيبان لك في الحاله ديال المغاربه اللي عايشين في الصين؟ وشنو غادي نقول لك اخويا، بالنسبه لخوتنا المغاربه اللي عايشين في الصين كنقول لهم توكلوا على الله، يشدوا في ذاك الطريق ديالهم اللي هما غاديين فيها، خدموا في المسار اللي غاديين فيه، يمشيو عليه مزيان، ما تردعهم لا فيروس ولا حتى شي حاجه، هذاك غير تضليل سياسات الدول العظمى مع بعضياتها. اما العرب اللي كاينين في الصين او في استراليا ولا في العالم كامل، يخدموا ويمشيو المسار اللي غاديين فيه، ما يخلوش ذاك التضليل يلعب عليهم. انا ما كاين والو من داكشي، هما كل مره كيجيبوك حاجه جديده،
كل مره كتسمع واحد الحاجه كتبان واحد الحاجه كتمشي. علاش؟ على هذا الجيل الجديد اللي هما كيسميوه هاد، كتسمع النيو ايج، الجيل الجديد هما هادشي اللي باغيين، باغوا يرجعوا واحد الفئه اللي هي قديمه وعاودوا يديروا المسيره ديالهم بوحديتهم. هذا ما كان، هذا النظريه ديالي والعلم والله سبحانه وتعالى. كثر من الفيروس مغاربه خاصهم كثر من هادشي اخويا، جيك الواقع المغاربه ما كيحمدوش الله فهمتيني، خاصهم كثر من الفيروس هذا. وبالنسبه للمغاربه اللي عايشين تما ما كيبان لك؟ وجوه عند ما فيهش حاجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاد الفيروس هذا صراحه ما عنديش عليه شي معلومات باش من نقول شي حاجه، عارف ولكن اللي عارفه واحد الفيروس اللي خطير وكاين في الصين، وكاين حتى مغاربه اللي مصابين بهذا الفيروس ولحد الان مازال تما واحلين تما، ومازال عندهم مشاكل تما بزاف كيعانيو باغي يدخلوا البلاد، ومازال دابا ما لاقينش كيفاش يدخلوا داك الشيء، مازال عندهم هذا المشكل. ونتمنى من السلطه ديالنا ومن الدوله اللي تلقى لهم شي حلول، هي المرض واخا يكون كيعادي ولا شي حاجه تلقى شي حل لي حنا ما نضروش، وحتى هما ترجع لهم الكرامه ديالهم ويدخلوا للبلاد. وشكرا خويا. فيروس كورونا حنا ما عارفينش شي معلومات كثيره عليه، ولكن كيبان لي خاص على الاقل المسؤولين ديالنا يهضروا على هذا الشيء، لكن يعرفوا الناس اللي كاينين تمايا الوضعيه ديالهم، يسولوا فيهم حتى كانت شي حاجه، لكن يجيبوهم من تما ولا مادام غيمشيو يجيبوهم راه غادي يعرفوا يديروا الاجراءات تمايا، ماشي غايجيبوهم مراض ولا سميتو ولا كان شي حاجه، راه كاين سميتو ضروري كاين الادويه ان شاء الله يكون زعما اللونتي فيروس ديالو ولا سميتو يقضيو الغرض. كنظن انا كان البارح شي اجتماع كان تراسو جلاله الملك، كاين واقيلا شي سميتو شي سفير ولا سميتو غادي يتدخل تمايا باش يسد لهذوك الدراري اللي كاينين تما، كنظن واقيلا شي 100 شاب يمكن. كنتمنى في العاجل ماشي يبقاو هذاك الشيء زعما ياخذوا ديك المساطير ودير هكا ودير هكا، كنتمناو في العاجل فهمتي باش الدراري تما العائلات ديالهم سميتو راه الله اللي عالم بهم، حنا دابا كنقولوا هكا وحنا ما عارفينش شنو، ولكن العائلات ديالهم راه حاسين اكثر منا. وكنتمنى المسؤولين ياخذوا الاجراءات بسرعه ماشي يبقاو يديروا المساطير حقا هذه، هادشي اللي كنتمناه. قلت لك ما عرفت علي والو، ما عمري قريت علي شي حاجه زعما اللي نقدر نفيد بها شي حاجه. يديروا تحاليل ويحافظوا على الصحه ديالهم، نتمنى الخير لكل شيء. شنو هي الرساله ديالك للمسؤولين المغاربه باش يتدخلوا في هذا؟ المسؤولين المغاربه كنقول لهم يحافظوا على السلامه ديال المواطنين وياخذوا زعما جميع الاحتياطات ديالهم. خويا حنا ما سي ما باش غادي نقول لك صحيح ولا ماشي صحيح، لان اغلبيه الاخبار اللي كيتلاحوا في مواقع التواصل الاجتماعي كيكونوا اغلبيه ديالهم اشاعات. بالنسبه للمرض هذا راه كاين، لقاش الناس كامل كتهضر عليه، المغرب كامل دابا تقريبا كامل عنده معلومات على هذا المرض هذا. وبنادم عاوتاني ما باش نقول عاوتاني ما يمشي للصين، راه كله كاين اللي عنده تماك الخدمه، كاين اللي عنده كعدو دراسه، كله كيدير غير الله. شنو الرساله ديالك للمسؤولين باش يتدخلوا؟ والمسؤولين اخويا اش غنقول لك، بنادم المهم يحاولوا يديروا المجهود ديالهم، حاولوا الطلب اللي كاين تما يحاولوا يجيو واحد الفتره بين ما حيد داك المرض وشكرا. باش نقول لك بان الظاهره انها تقريبا كاينه على حسب فهمتي، على حساب هاد وسائل التواصل وهادشي فهمتي، ان هادشي قوي بزاف فهمتي، يعني داكشي كيبينوه صوت وصوره فهمتي على المباشر، يعني غيكون بصح فهمتي. شنو بان لك انت يعني الناس اللي عايشين تما مغاربه، خوتنا المغاربه اللي عايشين تما؟ يعني دابا اش نقول لك، يعني دابا ما يمكنش، يعني دابا كاين اللي عندهم مشاريع تما كاينه فهمتي، ودابا تاثر واحد السلبيه بزاف يعني فهمتي، واحد الخسائر فهمتي راه نذكرهم في وسائل التواصل فهمتي. شنو الرساله ديالك للمسؤولين المغاربه باش يتدخلوا في ممكن انهم يحبسوا واحد الفتره بما لقاو انهم شي حل ولا شي دول هذا فهمتي، لقاو شي حل اللي يكون مناسب للمغاربه وجميع. سمعت باللي كينتقل عن ملابس هذاك الحيوان ديال الجمل، هادشي اللي عارف ماشي وفيروس، يعني ماشي يعني بعيد يكون عندنا هنا في هذه المدينه الصراحه الله، يعني فيروس سيتو. شنو بان لك في المغاربه اللي ساكنين في الصين وتما مصابين؟ الله حتى هذا المشكل يعني
شفت واحد الفيديو في اليوتيوب يعني كاينين شي طلبه مشاو يعني يتموا الدراسه ديالهم تما يعني ماشي تصابوا لكن هما محجوزين تما صافي يعني شنو الرساله ديالك للسلطات المغربيه باش يعاونوا هاد الشباب؟ نتمنى يلقاو شي حل يعني للطالب المساكن يردوهم لبلادهم مع عائلتهم وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.